يا صباح الخير على كل الناس اللي صاحيه بدري معانا النهارده في نهارك سعيد، يوم جديد وصباح يوم جديد من نهارك سعيد. النهارده هنكون موجودين معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء، هيكون معانا مجموعه مختلفه ومتنوعه من الفقرات منها السياسي والاجتماعي. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا ساره، ازيك؟ صباح الفل، الحمد لله تمام. مره ثانيه بصباح على كل الساده المشاهدين ويوم جديد نهاركم سعيد. طبعا عايزين نتكلم بس في البدايه يعني عن اكثر تداولا ما بين المصريين. المصريين مهتمين جدا بالديبيت اللي ما بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، وفي نفس الوقت طبعا مهتمين جدا بالشأن السياسي. طبعا القمه بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، القمه الابروسيه اليونانيه، وغير كده كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي المفروض هيكرم بكره ابطال الاولمبيات المصريين وكمان ذوي الاحتياجات الخاصه، فيمكن ده الاكثر تداولا ما بين المصريين طبعا وامريكا وروسيا. صحيح، وفعلا الديبيت دي عامله صدى جامد قوي، لانه الحقيقه انه الاثنين يعني تحس ان مشاكلهم الشخصيه بقت هي الموجوده اكتر، متصدره اكتر من الاجنده او المفروض البلان اللي هم هيحطوها للفتره اللي هيحكموا فيها او اللي هيكونوا في المنصب ده. ف بتهيألي يعني انه برضو في ناس كتير قوي متوقعه انه هيلاري هي اللي هتفوز بالجوله دي. معرفش ليه، بس احنا عموما عمرنا ما نتوقع ابدا الشعب الامريكي ممكن يكون بيفكر ازاي وهيرشح مين في الاخر. بس يمكن في دعوه دلوقتي للشعب الامريكي كله، لان هم متخوفين قوي من فكره ان ما حدش ينزل ينتخب. ففي منهم كتير قوي في دعوات من فضلكم بليز فوت، كل الناس تنزل تنتخب، لان هم قلقانين قوي. بس عامة هو أي رئيس أمريكي بيجي ينفذ سياسة معروفة، يعني ما فيش حاجة تانية بينفذها من دماغه، يعني السياسات بقى لها سنين موضوعة وأي حد هيجي ينفذها زي ما هي. منتهى الطيبة والسذاجة إن احنا نفكر إن حد ممكن يجي يغير يعني مثلا اللي كانوا ماشيين عليه. صح. طيب يا جماعة، بعيدا بقى عن السياسة والضغوط بقى والكلام ده كله، خلينا نقول الهضبة يعني سوبر ستار عمرو دياب النهارده عيد ميلاده، وكل سنة هو طيب، وبجد هو مثال للنجاح حقيقي. صحيح. اللي طبعًا بدأ عليه كمل عليه والتزم بيه، وعشان كده هو في المكان ده النهارده. كل سنه وهو طيب. طبعا كل سنه وهو طيب. وكمان عايز اقول لكينج محمد منير كل سنه وانت طيب. هما واضح ان اعلى قمتين عندنا في مصر يعني عيد ميلادهم في نفس الشهر، نفس الاسبوع كمان، نفس الاسبوع بالظبط. وفكره ان انت تحترم جمهورك ويبقى عندك كده زي ما بيقولوا كونسيستنسي، يعني دايما في اصرار ودايما طريقك واضح، وفي نفس الوقت تحترم جمهورك وبتحترم نفسك قبل ما بتحترم جمهورك، فده اوريدي بيبان. يعني عمرو دياب كان حاطط على السوشيال ميديا امبارح ان هو بيلعب رياضه، وبيقول ان هو بيحتفل بعيد ميلاده متهيألي 52 او 53 حاجه كده، وهو بيلعب رياضه. فقد ايه ان هو مهتم قوي ان الشباب، لان الشباب كتير قوي بتقلد عمرو دياب. انا فاكره ان عمرو دياب شعره عامل ازاي دلوقتي، لابس ازاي دلوقتي. فكره ان عمرو دياب بيدعو للرياضه دي متهيألي حاجه جميله جدا. لا، وكفايه ان كل الشباب اللي اصغر منه ب 20 و 15 سنه يعني مش عارفين يوصلوا للشكل ده يعني بجد. فلا برافو بجد عمرو دياب، ويستاهل اللي هو وصله واللي هو فيه دلوقتي. طيب اولى فقرتنا فقره الصحافه، وسرد سريع على اهم المنشطات والعناوين الصادره صباح اليوم، هيعلق عليها ضيفنا اللي هيكون موجود معانا النهارده في الاستوديو الصحفي استاذ محمد طلعت الهواري، رئيس وحده الانتاج التلفزيوني بالمصري اليوم. كتير مننا دلوقتي بيسمع عن مصطلح اسمه الواقع الافتراضي، ان انت تقنيه جديده بتدمج الواقع بالخيال. هنتكلم طبعا عن موضوع الواقع الافتراضي ده وممكن نستخدمه في ايه. هيكون في ضيفنا دكتور فتحي شمس الدين، هو باحث في شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد، ومدرس الاذاعه والتلفزيون جامعه بنها. الاستاذ والدكتور مصطفى حماد، استاذ القانون الجنائي جامعه شمس، جامعه عين شمس. هنتكلم النهارده في فقره المرور مع الضيف ده، وهيكون الموضوع عن حقوق المواطن في الشارع مع الاكمنه ولجان المرور. وحقيقي بجد من غير لجان المرور دي بجد البلد اوريدي بتبقى عامله زي الكماشه، ففعلا في وقت الذروه وراش اورز لازم يكونوا موجودين عشان ينظموا الحكايه، لانه بجد بتبقى صعبه قوي. بس اخدت بالي من حاجه يا ساره، يعني اوكي في زحمه بس في سلوكيات لازم تتغير. يعني ساعات بفضل ماشيه في زحمه وبص ما لقيش ان في سبب اصلا للزحمه. ده تعليق لا بالظبط، يعني فعلا في سلوكيات عايزه تتظبط مننا احنا شخصيا، لان كل الناس بتكسر على بعض. لو طبقنا القانون بجد، وفي دورات كمان لازم تكون موجوده على الطرق السريعه عشان النقل. اتكلمنا عن الموضوع ده كتير قوي، انا عارف ان هو موجود بس عايزين نفعله بشكل لازم اكتر. لازم يكون في لين ليهم، لان هم بقوا خطر قوي خطر جدا. فعشان كده لازم يكون في فعلا، احنا عارفين ان في طبعا مجهودات
وفي فعلا لجان ودوريات بتعدي كتير قوي على المحور او على الطريق الدائري، بس بنطلب بتفعيلها اكتر عشان السيفتي والسلامه. اه بس مع التجديدات والجديد في الطرق برضو ستيل ما عندناش فكره التقسيم انه لين للنقل والعربيات اللي بتبقى ناقله حاجات كبيره وبتبقى كبيره قوي في الحجم، صح، ولين للناس اللي عايز تمشي في الشارع، ولين للعجل ما عندناش برضو. ايوه انا برضو ستيل مع العجل يعني، ليه بنعمل طرق جديده من غير الفكره ده ليه؟ برضو ما احنا بنقسمها اكتر برضو، ما فيش. نرجع للتخطيط برضو، والتخطيط مهم جدا طبعا. هيقول كمان ان احنا معانا فقره مع دكتور بسام السواح، هو اخصائي تجميل الاسنان والحاصل على الزماله الالمانيه في جراحات انا اسفه زراعه الاسنان، وكمان هو مؤسس حركه انسان، هي حركه مجتمع مدني تحت التاسيس لاصلاح المنظومه الصحيه في مصر. طبعا ما حدش فينا ينكر ان اصلاح المنظومه الصحيه في مصر مهمه جدا، وهي طبعا على اجندات، على راس اجنده الحكومه يعني، بس احنا بنتمنى طبعا ان يحصل يعني تغيير جذري. بس انا برضو عايزه اتكلم معايا على فكره انه المواطن المصري البسيط علاج الاسنان مكلف قوي يا ساره، قوي قوي يعني، فعلا خصوصا الزرع والتركيب والحاجات دي بالظبط. وكمان حتى ايفن لما بتيجي تحشي ضرس او تيجي حتى تخلعي ضرس، انا وتنظفي سنين 500 بالظبط، وتنظفي سنين 500 وحاجات كده. فيعني عايزين برضو رفقا شويه بالمواطن المصري البسيط. وعلى فكره التامين الصحي كمان مش داخل فيه الاسنان يعني، في بعض فعلا في بعض في بعض يعني الشركات والمؤسسات الحكومية التأمين على الصحة مش داخل فيه الأسنان خالص فعلا. بس في حاجات تانية يعني على فكرة برضو مهمة مش داخل التأمينات، نتمنى إن شاء الله نشوفها تكون موجودة، لأنه المواطن المصري بحاجة ماسة جدا جدا لكل أي حاجة حابب إن هو يعالجها. آخر فقرة معانا النهاردة مشاهدي نهارك سعيد هتكون مهندس راضي محمدين عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، فقرة عن مؤتمر الاتحاد المصري للتشييد والبناء بعنوان الطريق إلى أفريقيا، وهو بيدعم الاستثمارات ما بين مصر وأفريقيا و يعني فتح اسواق جديده لمواد البناء والتشييد في مصر ان شاء الله. يعني هيكون مؤتمر ناجح جدا، وهيفتح عندنا يعني استثمارات واسواق جديده جدا ما بيننا وبين افريقيا. نبدا على طول مع حضراتكم بس بعد الفاصل، وهيكون مع ساره ومحمد طلعت الهواري وقراءه سريعه لاهم الانشطات الصادره في صحف اليوم، فخليكم معانا. صباح الخير.